بنافي خداي مزنو دلوفان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار الرزدار هر جهكي هن لبن صلاة ورحمة وبركة خداي الويد الرزدار بد وجارك دي ام هاتين خزمة وداتنا وبرامي قول چند هبيو ويچند تخلق افروكا داجي باشترين خزمة پشكشي ويد الرزدار بكين دعايت هر دم خوشي وآرامي وسرفرازي وبختواريش خودت كين بو همي بو سرمان السلام سري جهاني طيبتي بو ملتي ما هر کسی که طنگاوی و نخواشی و استنگه که دا رب العالمین انشاءالله جه قرطال بکیتم برف کنارت خوشی و آرامیه و ببتم هر کسی که مصیبت اکی بلای اکی یا ربی تل سلسفک و بصانه بخیر و اکی آدیار در روژین سی شم بیادا امر دیوان سیده عزیز و خوشتوی سیده من رمضان گولینه هر جارم بحث بابت اکی اعجازید کین سر دانستاندنید کین و رون کرن سر تیندانش لای سیده ایوه خودی تعالی خیرای بن وست هر خلک دیگر مدایه سید مناطا و خودی تعالی زانست تا و زنین تا زیده تر لیب کت روش بروشه و جیه که دلیش و سخلم یکا باشه برس که تا بکت انشاءالله تعالی سیده قرآن وک گلی جار آمجا پیهاتی دانه معجزه یا بجین وقتی کردی بجین پرده دره یا گلکا بحیبتیه که اوه یا کو چه معجزت و کیوی مظن سری عرضی نهین و آوا یا کو علم و زانین هندی پیش که بتن جگ نشتن هفرکی آویب کت نشتن کو رخنیل بگرد نشتن که ماسیه که جدر بین تدر دو آیت ها دو خلاکی دا اگر خود حس کت دل سر را استیم ایکی یعنی هر دو که بحثی دو جورت گیانه وراد کت گیانه وراد بله ایکی شوان کو اف آیت هنیه أبو خداي مظن كرم كتود بجد بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أنكو رب العالمين بجد نينا ما جانورك كو خدان رحك السري عردي بجد يام بفرد جنجد خواه وباشتو جاري تفسیرهای به جورون کردن بدیه مرم جوه چیه و آیت هنه و آیت ها دیتر اگر خود حس که دل سر راوستین که اوه رب العالمین نمونه تینه دیهندگ مروفا که مثل الکلبی این تحمیل علیه یلهث او تترکه یلهث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بی آیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون یعنی الویره ده بحث طیراکین اوی بچنگات فران و دی سنت آیات دیج دا پاشی اگر خود حس کتند این و آیات هنی وقتی نمونه هندک مرباتین و کی نمونه حاش صی بله دست پیک دچین اوا کمال دست پیک خاندی و ما من دابتین فی الارضی اگر تو کرم کی بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعین امی بیش رب العالمین کین او خزینه دوی قرآن نیش مبدتن و ام فای بخاجوار بگیرین و ام جیان خواه سر پریو ببین و سر بمرین جی رب العالمین حشر ملگل اهل قرآن بکتن اف آیتا رب العالمین طبعا بلی 1400 سالت ناف امتا که دا کو چش خواندون و نویسین و زانین نت زانی کو بحث هنده تشتا بکت بس یا همیا مستری گلای و گاوی علمای دنیای همیه وقتی جهان نتیجه کی انجام کی جیتش تا کی بسر هلد بن نه هندت بسته هند تشتی بیجن دبیش اوی ام جهشتی نیه یعنی ام تا اوی دینا کین کو بیجن دیف خاندن ما دیف خوب چون ما اوی دست میاد اوی دست میاد یا چه دبتن ام هند خلاتی تی ده هبن حتی وی احتیاطی جی بخواد دین بس ورا برا خوب دارم یعنی نشیتن بیجت هم اوی ما گویی چه سر رو بخوانیم اما اوی ها وصب بستهد بيجتن يعني چه هزري بو چه تشتي بو خلطيه كي آن دي ايت آن دي ديار بيت رخنا آن بو هر وقت كي كفن ببت چه تشتي بو اينا كي دابزانين اوا بس خده بيت شيت بله حتى عالم اك بسرمامي سر هندي قلت اب بريارة قرآن وقت قرآن الدتن يعني چه هزري بو خلطيه ناكي بجرعته هنده وصياد اوا چه بشر نشد في بكت يعني عالم اكي قلق مزم بجام دين سر في آياتي رب العالمين بيشتن بسم الله الرحمن الرحيم آياتا سوهشت سورة الأنعام بلى وكتفيقا بيجي كرام كري بيشت وما من دابة في الأرض نينا
يعني الماء بو نفيت كت النينة تشتكي بالرح دابة يعني بالرح بريفا بشتن يدب سر عردي ولا طائر يطير في جناحيه أنجي طيرك بفرتن بشنجت خا إلا أمم أمثالكم إلا أبهامي كاشوا مروف قبيلنا وشعبنا نتوانا وجهت هين وعرف عادات هين عينا أفجي وكي ونجيانا خوصة بريفت بن يعني نمعنا بأفا يعني كبس إنسان بتني عشيرة وقبيلة جيانا جدانا وأودينا عينا أفجي أفتها همت وصانا طبعا وقتها في آياتها تخاري كسي تشوش معلومات الطيران نظني حتى بجد أوجي ويكمرو جيانا بلي. أن بحسي تشتيت يدنا ما فرطنا في الكتاب من شيء بشت ما تشكي ما تشتش نما ما بحسي ويناكري ثم إلى ربهم يحشرون باشي هن هميد الزفرن بوشي ورب العالمين إذا فيري هاي كم سحكيني معنوي قالا قالا تشتيت هين وكيمروفا قالك مخلوقة هين جيانا خبريفت بنو جماعاتن والجليكن وبيكفانا وكما بحسي ميشي كريمة ما بحسي ميري كريمة ما بحسي تفن بيركي كريمة ما بحسي قال لك فان حيواناتات برا خدي جيانا كوصا بريفات بتن جدا شيادي تري بلي. علماء الفيقا فيتشت بيجن طبعا هذا قرآن قوتي أف مخلوقتهن بينن وكيوا حتى طير العسمانة جي أو نجي وكيوانا معناوي يعني قال لك مخلوقتهن برا خبدي علماء تشت بيجن بيجت فيقا أمي بسر هلبين كوبتر بشتي ما مليونكو بنصت هزار نوع تشتي بالرح تقاويدا وتقاخدا وتهويدا يتهاتين كشف كرني مليونك و بنصت هزار نوع وكي تبيجي ميري نوعك تبيجي ميش نوعك تبيجي يعني تشتكي جوانا بيجي هاري كشوانا جي بملايينان بس أفا نوع نوعت يعني خدان روح ميري نوعك مش نوعك طير نوعك طير نوعك هريك جوري خوا ها بره خبدي تصديقه في آياتي شد بيجن بيش حتى في قبيت هاتين كشف كرني مليون اكو بنصت هزار نوع جيانورا يتحين بلي كما يديتي نفا جيانورا بريبا افا ايك الكيري نا افا هرسي تقاوي وتعردي دا سرهشكاتي وتهواي دا ديسا علماء شي كي أفيت حفريات مانا هندك يعني تشتكيش بنا أخي ده شكو هندك حيوانات اختيت مرتن بتبر بتحجر بتبر رقد بتن أو تشندن بيشتن بترش ربع مليوني يعني مليون أكو يعني بتر أكثر من ربع مليون يعني جدو صادو بينجي هزارة هزار نوعة يتشلي هاتين حيوانات بين سريع عادي بين يتبرهاين حتى في قبيشك بحس جالك جورة جيانا ولكن أي برف نماني بابشا أي دائمي يعني يتشن بس شيا وقتي وانا إذا مزاني علماء كانت كشف كرنا مليونكو بين صد هزار نوع ويتهاتين شتشتي أكثر من ربع مليون بيشنا حتى جهشتي نيف مليوني كو أو حيوانات يتبرح هما نمانا سريع عادي تقدير علماء بجتن الديفي كو أفيت هاتين كشف كرني و أفيت مرين باشا چند نوعية حيوانات سريع عردي هنا قرآن چه بحث كر قوتي همي وكوانا چند هنا بجتن أفيت بجبينيت كن بجت أم بينين هندايت هين سريع عردي سات آويدا و تهويدا و تآخيدا بجتن 4 مليون و 500 هزار نوعة حيوانات أيضا. طبعاً أبا أفعل كذي أبا واد بجد من بيقول لي بي بتريجي. بلي. يعني 4 مليون بتريجي. معناه أبا. يعني سيدة هجر أمسح كني بس 4 مليون وتقولي كم؟ 500 4 مليون نيف. نوع بس نوعة هاي نوع بجهر نوعك بصدهان مليارات مليون ومليارانا يعني ريجا اف مخلوقين دي تربي سرية عردي وتناف آفادات جين افيد خدان روحش بلي مروفا معنايب هزارهان جارا هندي ريجا مروفانا هزارهان يعني نوعك يعني
يعني إنسان كان بت ناجهة هجبرة ميري في جاك ميري شو كندن مليارات أنا نم مليارات ويوكي مام إنسان جهشت هشت مليارة احتمال هند جارة يعني كل ميريك إيك بتشوي احتمال دي جهة مليارك بتريجي إذا الفيري برا خبدي معناه الفيري مليونك و 500,000 نوع يتهات انكشف كرني و نزيكي نيف مليوني ربع مليوني حتى نيف مليوني يت إبادة بالنمانة و متوقع كاتشانت هنا كنها تنكشف كرنجي علماء الديف طبعا وانج تقديرات تهين بشتن 4,500,000 نوع يتهين متوقع كين يسري عرضي هين الفيري اگر امسحكين تشتكي دي تريجي بشتش نابينا كو مثلا نوعك نم شان مده بيد فيت حتى او نوع نمينيت شان صلاة تقدير بكي الله يسيدا يعني يلا جان بيجن بينجي صال صد صال حف صد صال هزار صال يعني فيت تقدير توقع وانا بشتش بينا بينا بين صد صالة تزاني بين صدا حتى 5,000,000 صالة هنده نوعة مينن هنده كده هين 500 صالة دي مينة ودي مرت هنده كده هاي چند دي 5,000,000 صالة دي مينة ودي مرت طبعا اويد في قوة ما ها امت يعني نا اوه هنج او نوعا هنده او نوعة شوين اويد مرين اويد نموين بمبربين اوه اشفير نابينا يعني اش 500 حتى 5,000,000 يعني متوسطة ويد چند 750,000 مليون يعني 2,750,000 في توقعي اذا فيري كي دي شيت الديف كت كتاب وانا تشتن كا كي جوانا تشت كت وشوانا وتشت مينت وشي ابديت بتن انسان شان تعلمها بت شان زانيها شان يعني نشت تصنيفه كي بدت فانا بس قران شو داي وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء عن الفيري حتى علماء مثلا وقت تسحكي آيات قرآني همي تشتيجي كت أصلي وانا همي إيكا هميش كتشوى أصلي إنساني آدم وحواي شيبي وصى أصلي وان حيواناتوجي همي إش أصلك شيبي وتفرعات وتشتيجي دركتين سحكي مثلا بحسي ما إنسانا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني أم إنسان نوعك خدان جيانوار من رحا هاي أمش آدمي شبين عليه الصلاة والسلام حديثة بيغنبالي شد بصلاة خد السربن بيشتن كلكم بنو آدم وآدم من تراب إن همش آدمي شبين آدم جيش شبي إش آخي شبي علماء هنديتين سحت كنيك وبشن يعني تشتكي علاجك اللي بكن دبر خد يد بيش تعمل جاشتين أفيا وأفيا وأفيا دبر خد تشتكي دي دركات تشتكي دي ناوب تنية هندا تشتكي ترى مثلا في قبي علماء شد قلت ما تشتكي برحت هاي يعني جيانا شينكاتي جيا روك بلى وما جيانا ولت هين قلت ما أفهردو أف مجموعة تنية تسبيكي بشتين قد ياربين قلت والله أفا وصانينين هندك يدتري يتهين يعني جيانا خايب ريفت بن نوكي فانو نوكي يدترينه نوكي أفانو نوكي جيانا يعني جياينا ونوكي تشتب رحن أو تشت بجن الكائنات الدقيقة يعني أفا تهير أفا تهير كو إيك خليها هاي وأفا جي هندك جفانا تدي دي علماء بجن أفا وكي يشينكاتينا هندكي دي تري دي بجنة أفا وكي جيانوارا حيواناتانا نوعك دي هل جفونا جفان جبلي يعني نبات وحيوان يعني شينكاتي وحيوانا هندكي دي بروخات دي هر دو صفات الدفعين يت شينكاتي ويت حيواناتيج هندكي دي تشتي دي دركاتين يعني علماء هنديتين دشين يعني ترتيبك تنظيمك بخنه برا خدي هندت شتي تري هاتن تحالدا يعني اف تفصيلات هند ما ظن اگر نخدي نشا بيغمبري داوان صلوات خد السربن و بيغمبر نشكي است رب العالمين اخفت بدا تشوا شيد في اخفت ني بيشت و قالت اش بيغمبري وقتي ند بي وحي اش وحي دركت ياوي طب اش اسن زون ازي خا غيرم
أجوك يوما مالا سردمي پیغمبري صلى الله عليه وسلم سيدا بلكي پیغمبري رجاكو كي ما جيوانا ورا ديت بن اما هندك ديت بن نوع كي شوانا بون منات وي سردمي دا احتمالا حشترا و بازا بزنا افتشت يعني همي هكات بي احتمالا ده نوع جيوانا ورا لي سردمي ناس ناكر بن بلي اذا شوف في جرعتي بيجت في جرعتي بيجت وفي تفصيلاتي بيجت وعلماء شندتين طبعا علماء التطور كو اصل انسان نا وكيد بيجش ادمي هما تطور شي بي اف هاي شي بي اف شي بي يعني وان جلد فياك وبريك كي بش نشوي در كيفن او قران يقولي نشي جي در كيفن جارك هذه هر او خب قيد بش نخير ولا ويا خلت افا وكيد تد بيجي درس نينا افا تقريبا بش كي سر في اياتي ام بين بشين يودي تي الفيري ان بس وكي هيك بشيت فيديو دين السر او طيره بلي او الرفي الطيره هات خوري برافتنا مرات هات خوري بس تبري خب دي يعني بمليون انا وتشويتين تشوي نقشي وكي بيج النقشه كي بخد دين يعني كيف انا بريفت بتن قيادك هي بري خب دي يعني شيت اولي ويد ما هيك فون ترتيبات او فون فيديو او تشيت كن أبا كي شو عقلة شو تنظيمة يعني كي تدريب داين شو تدريبة جورة شالاكية شو تدريبة يعني أف 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 جيانا وراء أبا هو صاد شكرين يعني باش أبا شو لكية إكتشيتن إكتشيت شو لكي هو صابك الدنيا هيك همي بدشين ترتيبك هو صابخنة كيف قابت بيجي كتو حاشي بأقلة توكي حيواناتاني دي عاجز بد برخبدا نظامي برخبدا ترتيبي برا خبدا يعني قيادة يا في بريفة جارة وقت مروف لفينا كاب في رانجيد كان بتحنيرا كا مازن أو احتمالات شاندين هيفا يت راهنان بين هات انكرني وقال جات دخلت جد بينهم جواني نادر كابت يعني هكا جواني دار كابت جيك زحمتك وزور بيراتي برني سيدا أبا برا خود يعني دمك كيف أنا فيني شادت كيف تدريب بيت كات كيف في زانين دتي حتى بشت ايك موج ها كان جواني هر وكي ي سما اكيد كان قليك ده فعلا وصلنا جي يعني جامدي تشين يعني ابي موضوع بيلي تشين موضوع دتري سر ما بحث كلي سيدا بلي كو رب العالمين دي سان مونيت انت كوان جورا مروفا بلي يتكو حتى نمونيت مثلا يا صيد بيت كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يعني مثلا صي سر هندك مروفاتينا بلي تبحث لي بك بلي فهو تجور مروفن وبوشي أف نمونه هني إنايا بلي أتبجن علماء التفسير مش أف آيات در حقا أولي آيات وقت در حقا أكيدة تتخاري عن حادثكي ريدانكي راست او بسبب افايات هات خواري بس قاعده حتى رجع قيامه اجبر عندي علماء يتمشد بالاعتبار بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بله شو معنى يعني تو دي في كي قاعده ندي بس بحسي بتني بت ابي ابدر حق ويده هات خواري ابا بو هر كسك يا وكي حتى رجع قيامتي ابا بشتن بالعام كل ربع عوراي عالمك قالك ما ظنبي وسردمي موسى بيغمبر بالصلاة خد السلام مش بني إسرائيلية بله وعالمك هندي مازمبي يعني تبيجن وقتها وتآخفت صدقة لم تشون سردفترة وتشتي آخفت ناوي تنفيس وتبيج أبي مروفي قالك يعني علمك وكي وليك الشيء تخدي بي ظاهرا يعني سربة أبا خلك جيد بيجت بس كسي يعني حقيقة دليوين الزوني قال جرى مروف دي بيجدن يعني خرابيه كي بو اي كده انت ابي هب كيرنا ان نش مروه باش دي در كفتن تش ظاهر انا حكم سردكين ناف خياوي يعني كاس نجاه تش باشيه قال جاد اي كي باشيه كي بو ديني بس داخل يا ودي كاسو كي وي خراب مينا افاج سرفا عالم بروفا كي مازمبي علم نشا خلكي دا يعني علماء خلكي قدرك وقيمتك بود جرت بس تش داخل يا ونزاني كاش تدانه بشت أبي عالمي شكر موسى بيغمبر شو شريق قوميوي قوميو هاتن داف قوتي دعايتات قبيلا حتى قوتي نافي اسم الأعظم الزاني ودعاء بتكرن رب العالمين دعاية وي قبيل تكرن قوتي تو ورا الدعاء لموسى بيغمبر بك دا بلايش ما فبت
قلت هين دجمنت خدينا زي شو الدعاش خديكم دا بلا مسابقين بلا شو بابتن هين هرن توبة بكن جارك يو الدعاء والسيا يعني هر وكين دافديتي كو مرودي جو خد إلحاح ليكر ومحاولة كير شليهات كود الدعال بيغمبري خديك طبعا رب العالمين أو علم الزانين أو هم مش دبر هم هات كفل كرني بجا رب العالمين شد بجبت فمثله كمثل الكلب مثلا في ويت وكي في وكي مثلا صيلهات صاشت كتن إن تحمل عليه يلهث حكت باجو وديبكي هر أزمان يو دافيد أحل حل كاوية أو تتركه يلهث كتب هي ليجي كتب هي لي راوس طيجبت هم هارك حل حل كاوية أزمان يو دافيد هاتي خواري رحتي بونينا رب العالمين تشبيها في عالميت كت أبي وكيش بشريكا خودي دركتي ها أبي حالوية شو خوشي نال دنيا يدبت نال آخرة يدبت وحاجي في شو اللي جبك دي أبا مصيري يبت حتى رجع قيامتي إذا فيري وقت رب العالمين بحسي مثالك إينة بتشتكي خاصة جيانا وركي علماء الديف شون كاتش مسألة يعني أبا بكرتهي إينا شنكي بحسي الصي هاتي كرنت باشي وكي الصي أصحاب الكهف خداي جلوانا رب العالمين تشار جارنا في الصي باشي إينا الجل دمروفت باش شكو همي وقتا أبا إينا الجل في مروفي كمروفي كي خراب أبا دي إينا وقت خداي جل يد باش چهار جارانه و سای یل جل که هاتی جلوان مروت جامع رویت باش هاتی اوید چونش کفتی و ایک شوانا و کلب هم باسیتون دی راعیه بی الوسید سایوانا دست خود درش کربین بر درش کفتی سیقولون ثلاثت رابع هم کلب هم اوید جارا دویست بهندگ بین چندن سینا یه چهار کلب سایوانا و یقولون خمسه سادس هم کلب هم هندگ بجن یه پینجه و یه ششي صيوانا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هند جد بجن حف بين وصيوان جلجل أبا بين هشت شهر جرى نافي في صيجل هر جرى كجمارة وان قوتي نافي في جئينا نافي صيجينا نافي صيجينا وبشتشتي معنى القرآن دي اتخوندنا حتى رجع قيامتي كلمة كلب شار حرف وكي مروفي تخينة شل خير بمروفي تنفسين حتى رجع قيامتي يعني ما بيش هندش ديار كده هالموضوع ما نسر هندي سيدا بس هل بجرتنا هوالد باش شنت مروي بلندت كده بلى هكا مروف نلوي استيج بر هكا تهني بدت صي بلى ونافي القران دا بيتن وحتى رجع قيامتي بافيجات هني دي مروفي دي مروف شنت بت كخيراوي شندا معناه وقت كرم كري بيغا مروف هوالد باش بخشي بجرتن كادي شنت خيراوي جهت مروفي بله. إذا الفيرة رب العالمين نمت صيد كتن يعني تهاجد في مروفي تهاجد في مروفي طبعا هيك مسحكين صيد كافي شو تشتل دف صيها يا حتى أف تشبيها كري وهم بوشي يرازا يرازايا يعني رمشتيا يلتشوني وأزماني ويد دافيد وهريتي تشتن شو مسألة أزمانية وحل يعني حلقة رب العالمين نبتني بس بوش كاندن بوفانينا يا مسألة الصيد أدو بجا هندك شديد بشرعي أدو أمسار سحكين كاني شت بش فيرا هيا أهو موضوع إينا وقف مروبي خرابة وكيون علماء الديف شون بشتن تشتش همية مصطري صابت حسن بهنية بهن يا صيش همي تشتا مصطرة يعني بشتن بهنية اتزانت أفخها يا مروفانا يا حيواناتنا كيش نوع حيوانات يا داش بر برافيت كيش كي نيتشيري يا دابشتي كيش كي يعني حتى خداني خوا يعني صاي هي يلكي هارا بس وكي خداني تبينت هما كفت بيت نيس نيس زاوي البر بيتوي عند جات شتي هو بر خطي افا خدانا هما سكنت معناه افا بشي ناس كتن مش بهن يلكي يا هي سيدا حتى من الجهه كي تخون قوتي وقتي انسانه که ترسد مثلا مرو چو ساکت ریکا مروفی هر گوبه که مروف ترسیا بجد ماده که شنا فلاشی مروفی درد که بید حسد ایک سر سا هست پید زانت اوه مروفی تیت قصتاوید کت زانت اوه ترسد ولی اگر نه ترسد زیبزی خوانی زیگ نا کرد او خواه حتا افصایت یعنی لید گرنه به تدریب دایی مثلا مخدداری و وانتش تنه وید گل پولیس آوانا یعنی بهنه که قوی و هیش همی گیانه رو او گیانه ولید گل دا بله بجل فيري فياش همية مصدر بهنية بله. بهنة
أبديت كتنزان دفا خوهاكية خيناوي كنوعي خينية يعني خيناكية يا شيء حيواناتية أفتشتت إش فضلات أبديش إنساني حيواني دركب زانت أبي يجيب واسطيوان زانت أبي يتشتشتيا بهنا آخي أو آخا سر شوي أبي يتشتشتيا كي حيوانات السر شوي أو جياي سر شوي بهنا جياي افتشتي يعني لما جلي جرام ديت سيدا بوش يبريك كي تشد فنايا بهنيت الكيشه بهنيت الكيشه اللي في ريك تشد طبعا علماء ديفشي ديسا مركبات كيميائي يعني يتاودي افيت هاتين شيكرين ما نتش الزراعي هند تشطت كي نافيدا بله زون افانوج زانتن بهني دفنت الكيشه و بتن بشتن يش همي جهش همي مصدر الدماغ دا بو بهنيه مركز المخ بشتن دفوي حجمي ويجي بترا اوجه سنتري دماغي ونمو ويجي بترا وهميه تسجيلت كت برمجت كتن وراسا وكت بجن الديفت كت برا خبدة قران دا اوصي هاتي تدريب داني بلي حرب بشت راوستا بدي بردة بردتن بقرة بقرتن بشت حتى اوصى وقت حيواناتك كت جرد جي ماني بريندارت كت بريندارت كتن بدا في خوجي مش تو حيوان قويه سيده اوا باش بريندارت كت باش بريندار يا ويشيا يعني تدشي حيوانات يني سرجي كي ابني تشيري ابني تشيري بس صي علمان دي مكلبين تعلمونهن اه اوا ايك يا ديف يا صيده بهني باش حاسه ديف فيدا حاسه السمع يا بقهي يعني قلت اشتاد بتن مروف حتى 20000 يعني الضربة وقت في جهت مروف يتكلم مروف تشتاق قلت بشير بيبا قولي نابد يا صي سهو بينش زارة ما شاء سهو بينش زارة يعني بازده هزارة شيا مروفي مصطرة يا كتكي بيستو بينش زارة يا صي شيا كتكي جي مصطرة تشتش هم مية زعيف تير الدف صي جافت وينه جافت شتي ناوة بدي كت يعني أف 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 تش هشياريوي هش تشتيا بهنية وقولي بيني بهنية وقولي بيني أبدي إن سرفي طبعاً بيجت صا كنجي هاتا كهي كرني 12000 سالة حتى 14000 سالة هي كو إنسان صا كهي كري وبخا دوتشولي وصا يلجل إنسان هاتي بهمي حضارات أو أبدي دي برخد يتناف جيانا ويدا هاي أبدي إن سر مسألة حلك حلكا دافيوي كاشيا أو شو مسألة بوشي وات كتن يا دافيوي بجني لها ثان يعني النفس خز زي تقينه تدبتن أو نفسه بيتك سريع بوشي چنك دبيت ساي دبيتن مثلا لشي يبتازد زبستانة لشي يقرم دبت دي بريكا چتشتي أبي أبي دي كتن شرك أبي نينن إلا بريكا دبي بت دي خوها خوا لشي خوا دت باش يعني جي داريخت خوهاوي إش لشي نادر كابتن خوهاوي دبني بيار رادر كابت يبيجا كلا خصائي هنده يمازن وخوها لشيوي همية حتى تبن بيارة دركبتن يعني تيراناكت تيراناكتن دي چكتن همي وقتا دي بدافي أكسجيني وهوا يبخوا هالكيشتن بيجا وقت تهني تا تهنا يبشكت وقت ي وكت بيجن اش بلي تهني ي جرمي دا تا لشيخوا بتزينتن وقت صار ماي لشيخة شلي بكتن جرم بكت أبانا هم ميب واسطي أكسجيني تشكو بيشتن غدا العرقية يد بنت بيتوفا يد عرقية يد خوه جي درد كابتن لشيوي جي درنان كابتن بس يد بنت بيانا إيه بجا بنت بيانا جي تيرانا كت دي مجبور بتن دي يعني وقتش دي طبعا وسطاني ويشولت كن نساخي تهني برسي حرارته دنيا جرم بدنيا صار بي قد شاف توازن اخت للشيخة وفايده جيب كتن موضوعي موضوعي حلك حلكية جبر هندي يعني محتاجة ريد خارج دي ويشولي كتن ده للشيوي تيرابك جل جنبين روستيون جكن اي روستيجي اف يعني وكيد بيجن مكتا اما جبي داي يبلس كي بهنوياتي تشتو ازماني دركت يجدفي الفيري يعني تنفسوي سريع سريع يعني حتى يعني جهه جلك حالته جلك يا مظن جبرتشي دبشيتن وشو اللي بخبكت او شو اللي او محتاج يطازيه دخا جرم كت يجرم دا طازي يعني جلا جرى هزرت كان مروف فزرت كت او ازمان دركتنا وش وسطيانيه معناه نش وسطيانيه نهم يختش وسطانيه
دجاج قرمية هندجاج صرماية هندجاج مساخية هندجاج يعني تشتكي بوشيبي لتشوى شذفي ريبا بتن أفا همي دي شكت هندجرات فيت لشيبي أوفجي دركة بتن يعني دي بواسطة وي هواي دي هالكيش التفصيلة كوا وكيد بجن يا دريش يا موضوع صيدا يلا جاجي بوي أزماني شتكتن لشيخاجي تقاليس لشيخاجي تقاليس أو جهارج برشي جبر فان شولا شكا او هنجي محتاج تشيا او هاري كاريا ويتيت ازماني وي ودف واف نفسا يا سريع يا بلس بجد بش هند جارا طبيعي بز جارا الدقيقه ده حتى سه جارا شل جارا بس وكي محتاج بي اتكتن دهجة هندي بي 600 جارا الدقيقه حتى 400 جارا الدقيقه ده وقتي محتاج وقتي محتاج بيحل كل شيء طبيعي يعني حتى شلات بيستا حتى سها يعني حتى شلات دقيقه ده بس هكر ولي هات 300 حتى 400 جاره اتشدشتي الدقيقه ده وي هواي وداب خب كيشتن وطبعا ده جاد هنا خوفك جاره قدره بهنا خوفك جاره قدره الفيري يعني برا خب ده قراني تشبيهها في كري كور حتيبو فينينا معناوي كيد زاني كو افصا محتاج هند جرا رنشتي هند جرا چوني هند جرا لابدي واف ازمانة داوي دابت سرافي ازماني چيه كيد زاني كسي چو جلي زاني يعني فلان كسي والله هما يعني نان راوستت وكي جلا جبي حلك حلك داوي الصايا نان راوستتن يعني شي تخشي دابت نخشي دابت طبعا الفيري امي بحثة كي تريجي كينا كير ام جهين مجالك هابت دكتورة كي الماني بحثة خاكر قلت أس شو داش مطاري قلت شو متر ويدا جحيلة كي بصرماجي برخمة فابي قلت أوي جحيلي تستفيد نسخة قرآن دافمن قلت كربي مجي جلش إسلامي فادبن وجلش قرآن جفادبن وش بصرمانا جفادبن بس من أبي أدليو بهيلم دليو بشكينم قلت أس حس كي ما جاتو في قبيل بك في دياري قلت مش قلت جلك ممنونو إج سرفة هكذا دليو دا كربي مجلا فابين قلت القرآن كا بشي جبي قومي كرت بريكا خدا من وصا كرت بريكا خدا يا أبدي هل جرت الدفخة كو أز جارك مجالك ببين مجاوي في المنابت أسباب جمحاش الطناكا يليشي دا هنت أسبي عاجز قلت المهم من أو حالات جبير كرو أزا وش متر ودار كاتين وهل إشما شو سريكا خوا أشو مطاري أشو مطاري وطيار السيارة دكتورة شو يعني شو لك هاي شت كمؤتمر وقلت طيارة ما بلند بيت شت مروفي جد هل جرن ومجي اويا جبير كري هاد بيري كومدا قلت طياره ما بدها كي بلند بي قال جاب مروف الطياره دا جيجت بتن قلت اس وكي جيجا لها نفسيا بو من اخوج بي الوندرا قرهم تشتكي خبي مجي لك مجلك يا ودي قال جات كنت اوي الطياره دا مجلات تشتي تاوي دي دا نفر خبي مجي لك تن قلت مش تش نادي دست 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 كر خو هو بر خدمي او قرانات بيري كومدا قوم قرآن خو خدي بحمه بيت اس خبي و مجيل كم قوم قرآن اينا در سبحان الله قلت من فكر سورة الكهف شوش قرآن نزونه فكر سورة الكهف موضوع اصحاب الكهف فانا افيت شوين شكفتي دا وقلت في جلفيري ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نا قلت اولي بحث هندي كر شكفتي كو اف مرو وقت شوين شكفتي دا طافي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واختي الروج درت كات الرخي واني الراس دا دي الروج كالروجت هات الرخي الراس دا نل وانات دا وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال واختي الروج عودي أوفاد بجي الرخي واني تشابيد دا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وبشتنجي بشت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وما هر نقله که مقداره که ما تقول پاندن بور رخی راستی تر تانشتا راستی و تانشتا چپی و گوتی بحثی صیحات کرنی گوتی و کلبهم باسط ذراعیه بالوصیدی بحثی صیحات کرنی گوتی اطمان از دکتور رخی راستی بدید گل باشه و یه چپی جبدید باشه میکروبا و اویدیه و حتی بیجن او مالاتی روشکا طاف بشت تیوه دکتور ناشت تیوه معنی هند یا صحیه و یا باشه گم زانی بو وی رخی و رخی دیتری و هوا در كروجي كنت افا درستن يا ديجي قول باندنا فانا يت نفستينا 300 صالة بورخي تانشتا راستي ويا شابيجي كم قلت افا اش دكتور مع الزانم دا رخيت وانا كل نابن هكا مال سرا بديكي
باشا بوشي بو صينينا ونقلبهم بوشي بو صينا قلت ما تقول بوان ذي الرخي والرخي دي هما صي صحبة وينها تري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط هما يسد حالتي قل بوان دين بوينينا أو جسي صادونه صلاة ما الجلوانا طبعا أقول من هو صا أو ذكر قم قلت أزل بيش أنا ببون بي وكي مراقكي قلت أصحات من دراسال سر صاكر كاجيانا صا شوانا وشوانا قوم ديت صاش وان حيواناتانا بل كشيت ايكي يعني هما او بتني وصانا قلت يلا شيوي نها وجاي بقول بين الفير رخي ورخي ديتري وقتت نفتن هرمونك بسر لشيوي دات تخاري شينا يعني لشيوي كل ببت قلت ناهل لشيوي كل ببت قوم قلت زرت خاكرن محمد صلاة خد السربن كو صحراء الرابي نتشتكيش دكتورين زانشني كا دكتور يافي أوي نزانية شوي ليجر هاي دكتور قرن بسته نزانية شني كا شوي ليجر هاي حتى أصلني كا بسربي في سره البيم كو باش أفا تشافيش أف أفتشتكوتا وطبعا كي ما قلت القرآن بستهد بجو شو ريزة عن يعني شو هزري ناكتن كو إجارة كي خلت در كفت وصا قلت أزل ديف إسلامتي شو قلت من صح كره أبا دينك الشامية درستره أو بسبب من بصرمان بي قلت بجا جارك ما أو مروف ديد قلت براتة تيد قلت ناولا قلت يزيب قرآناتا بصرمان بي نو شروك أخو جهمية شروك أخو همية من يعني بو قلت جالفيري يعني أبا همي معجزة إسلامية بله سيدا دميما براب دموهي كيفات شد جارك دي سباز بوتا بوان روان كنو وان صحباتيت روش و قش و ترزانين دش رازي بيت خود خير رازي مازيت وقتش خصام قهلت بين ام سباز دارت خداينا وقت ام داين قدف شويت ديني في ديني پرتوكي كي پیغمبره كي يدكو مروف الچعر دا نبي بشكت هاشا نبي شرمت كي سرفراز ببتن همي وقت يعني همي دا مروف سرفراز بكت تقوتي بجلوه سرفي نعمته خدي برس قيمه كي بيو بت بجبلين بيجا بحقات جيك چندين جار الرجم رو سجده شكري بو خدي تعالى خدي خيرتم بس ان شاء الله اجري تمازن كت روج بو روجي ايمان ما بيرو باورت ما مكم تر لبكت بدين ما دي چونه كا درستاهي ام بو بكين نبتني يعني وكي بي سرفي ام ناف جنسي بسرمان بين بلكي بسرمانه الراس تقينه بين وهر قوة كما ديب چونا في قرآن يكرو أفاكرا منهج و دستوري خواه أسوي باري ما أم ديت خوشترين جار دا جين أم ديت سروري جيك الجيهاني هم يك يلا إسفاس سيدا خود خيرا دام بيسد يلا إسفاس بابين الرد رجدار ويت خوشتوي دل فير خلق أبرو كيب دوما هيكينم يبيوم أبا إن شاء الله مفهد بتبار كتنش صحبات السيداي حتى خلق أكو ديت خير وخوش يدا بجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته